يعني وحابين نعرف منك طبيعة ونوعية الكتب اللي بيشتمل عليها معرض السويس للكتاب. بالفعل زي حضراتكم ما اشرتم، معرض السويس للكتاب هي الدوره الثانيه. الدوره الثانيه الحقيقه بتشهد تطور كبير عن الدوره الماضيه، لان هذه الدوره تشهد ضعف عدد الناشرين، ضعف عدد دور النشر، الاهتمام اكبر بثقافه وتراث مدينه السويس. طبعا خلال الشهر الماضي كان هناك احتفاء بمدن القناة، وايضا احتفاء بالمدن الساحليه من خلال تقديم معارض الكتب في هذه المحافظات، لان محافظه السويس في هذا الشهر وغيرها من المدن الساحليه ليست فقط تضم ابناء السويس، ولكن تضم مختلف ابناء الشعب المصري المتواجدين على الشواطئ المصريه. كان لابد ان يكون الكتاب رفيقا وصديقا لكل هؤلاء من الزائرين، لان فكره ان تتواجد المنتجات الثقافيه سواء كانت الكتاب او العروض الفنيه او الندوات او غيره، هذا امر مهم جدا من اجل الاسهام في بناء وعي جيل جديد من الشباب وايضا الاطفال. معرض السويس فعلا بيضم حوالي 52 دور نشر ما بين قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر ودور نشر خاصة، وبالتالي الكتب الموجودة هي كتب إصدارات حديثة. إذا تكلمت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فهتكون موجودة في معظم مجالات المعرفة الإنسانية، سواء كانت المقدمة للطفل أو التاريخ أو العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية وغيرها، وبأسعار مناسبة للغاية. أسعار في متناول الجميع. الكتب في وزارة الثقافة بتبدأ من جنيه. صحيح. يعني في كتب بخمسة جنيه وعشرة جنيه، وهذه الكتب إصدارات حديثة. أنا حابب إن أنا أقول إن معرض الكتاب فقط ليس مجرد يعني نافذة لبيع الكتب، ولكن هو حالة ثقافية. حالة ثقافية لأن المعرض على مدار أيامه العشرة بيضم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية من هيئة قصور الثقافة، بيضم ندوات فكرية وحوارية وأغلبها من أبناء محافظة السويس من الكتاب والمبدعين والروائيين والشعراء الحاصلين على جوائز والمشكورين. الامر الاخر ورشات للاطفال، ورشات حكي بتقدمها الهيئه المصريه للعمل الكتاب وتقدمها مكتبات مصر العامه من خلال المكتبات المتنقله اللي انضمت لاول مره هذا العام الى المعرض، سواء كانت في معرض السويس او حتى في معرض المحافظات. طيب دكتور بهاء، انا يهمني اتكلم عن الكتاب الحكومي لان ده يعني هو العنوان اللي بتقول بيه الدوله يا جماعه تعالوا اقروا، او يعني ده المشهد الحكومي الخاص بدعوة الحكومة المصرية للقراءة. عندنا المركز القومي للترجمة، عندنا هيئة الكتاب، عندنا هيئة قصور الثقافة، كلهم بينتجوا كتب أو بيطبعوا كتب مدعمة. قول لي أبرز العناوين وأبرز المجالات وأبرز ما يقدم في هذا الأمر من خلال معرضكم. يعني لو حضرتك بنظرة بسيطة جدا في الهيئة المصرية العامة للكتاب يمكنك أن ترى أعمال الأديب طه حسين بأسعار لا تتجاوز 40 جنيه للكتاب. جميل. من سلسلة أدباء القرن العشرين، سواء كان موجود ليوسف جوهر أو موجود للدكتورة سهير القلماوي أو نعمان عاشور أو غيرها، لن تتجاوز هذا السعر. بالإضافة إلى سلسلة ديوان الشعر المصري الذي يرصد الشعر المصري منذ أن عرفت مصر اللغة العربية حتى يومنا الراهن، ومن بينها الشعر الصوفي، ستجد هذا السعر. الكثير من الكتب المترجمة في سلسلة الألف كتاب الثاني وغيرها. الحقيقة الهيئة المصرية العامة للكتاب بتطبع سنويا متوسط 400 عنوان في السنة في كل المجالات المعرفية ولكل الشرائح. العروض اللي بتقدم ايضا من خلال الهيئه العامه لقصور الثقافه والمركز القومي للترجمه كما اشرت هي عروض كبيره جدا. هذا يؤكد ان هناك دعم حقيقي. بالزبط. دعم حقيقي للثقافه من الدوله المصريه، لان قيم الجمهوريه الجديده من بينها بناء الانسان على المستوى الروحي والمستوى الثقافي. وهذا ما نسعى اليه من خلال ان يكون الكتاب، وهو الكتاب الورقي حتى هذه اللحظه، حتى لو كان الكتاب الرقمي، في النهايه الكتاب ككتاب هو مصدر أساسي من مصادر المعرفة حتى هذه اللحظة التي نعيشها إلى الآن. صحيح. هو مصدر موثوق فيه. لأن المعرفة اللي هي المتواجدة على المنصات الرقمية أو غيرها هي قابلة للتحوير والتغيير في أي لحظة. إنما الكتاب يعني بيتميز بالثبات، ولذلك دايما احنا بنقول إن إيه المرجع هنا، فبنقول إن احنا عندنا مرجع كتاب، سواء كان كتاب رقمي أو كتاب ورقي. عظيم.